بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه المواطنون، ايوه المواطنات، ايوه الشعب التونسي، انا اليوم في جدة اتكلم فيكم في خصوص اللي صار الايام الاخيرة في تونس. انا فهمتكم، اي نعم انا فهمتكم وفهمت الجميع، وقررت باش نفصع ورتحكم منه. الحقيقة ثم برشا أمور ما مشاتش كيما حبيت، كيما حبيتها تكون. غلطوني أنا غلط، قالوا لي يمشي المعطى ما قبلونيش، قالوا لي يمشي لفرنسا ما قبلونيش، وليت عاد تعديت المدامة في دبي، طلعت معايا في الطيارة، الحق ما قصرت، جاب شوية قضية فهمتي تنوشة، شوية استشيات فهمتي فيهم 1200 صفيحة ذهب، واحد باش يبقى فهمتي باش ياكل الخبز، الحليب، السكر، بعض المرافق الأساسية. الحق في السعودية لقيت ترحيب كبير ياسر في المملكة العربية السعودية، منعوني باش نعطي بلاغ، منعوني حتى باش نتكلم في التليفون، هذاك اللي خلاني نتصل بالغنوشي باش يعطيني بسط على الأوضاع في تونس. الكلب قلت له اقعد انت، اقعد انت حتى نرجع، جبد بيا الكلب ينعبوه وبوه. حتى السرياتي كل مصدق تشد، لكن القانون هو الفيصل. نعم القانون هو الفيصل وسيحاسبون، نعم سيحاسبون. بالنسبة للأمور يهودي في السعودية، والله غريبة لقيت، يعني أنا روحي لقيت روحي أفقر واحد في الحومة، لا يشعر العالم. حتى كيما تشوفوا فهمتي عقاب عمري، فهمتي وليت نحط فجان، فهمتي المرأة قلت لها هيجي فهمتي عمل لي حجامة هكا فهمتي خفافي، لقيتها نسات الصنعة. شبيك عندك أكثر من 25 عام ما مسيتش القص ولا يزلق بنداه. ولذلك أعطيتها التعليمات على خاطر أنا هو اللي نحكم أنا، فهمتي بما أنه النظام هنا يحتقر النساء. عاد قلت لك اعطيتها التعليمات باش تدخل في بروجرام دو ريسيكلاج تابع لزوجات رؤساء اكس حجمات، باش ترجع شويه فهمتي الصنعه بتاعها. حتى حبيت اغطي راسي بالكشطه اللي عندهم هنا فهمتي، ما لقيتش واحده قد راسي لانه راسي كبير كما تعرف. ولانهم ما قراوليش حسابي في كشط قد راسي باش نحاسبهم بكل حزم، بكل حزم. في انتظار الكلمة الجاية بتاعي خلوني نمشي نعمل عمرة توا فهمتي ولا، وقول لكم يا ولادي رجعوني توا تشوفوا الأمن والأمان والكريق البارد اللي كنا عايشين فيه. فقال تعالى: وقل اعملوا وصير الله عملكم ورسوله المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.